ايه اللي جراله؟ يا كبير تقل في الشرب لحد ما سابت مفاصل. يا كبير في ايه؟ المعلم براوه مش لازم يروح الكباريه ده تاني. ما تنجز اطرش في بطنك من غير لا قول خلص. خميس افندينا علم عليه وخلاه له مؤاخذه مسخه وسط الخلق. وتعارك معاه تاني؟ يا ريت يا كبير، ده حزمه ورقصه ونقطه، والمعلم براوه زي ما انت شايف مع عم شرب. يا واطي يا ابن الكلب. يا حفوته أمرك يا كبير. خلف عار. تقديرك يا خميس. وشرف الغريب ورحمته يقتلك يا خميس. يا أخي تنيل كانت 60 نيلة. ابني إيه؟ ابني إيه؟ تقديرك يا خميس. مضمون ازاي بقى يا دكتور مغاوري؟ اصل امبارح باشا قلبته في كمين كده من واد فرفور، يبقى اكيد اصلي. يا نهارك اسود، انت بتقلب الحرز؟ انت اديتني الامانه يا باشا. وده بتاخده بقى كل يوم؟ ها؟ لا باشا، كل يوم ايه؟ ده وقت اللزوم بس. الجماعه يعني. هعمل ايه يا باشا؟ الحمل بقى تقيل. يعني ايه؟ يعني باشا الواحد ما بقاش لاقي حتى اللقمه عشان يتقود بيها اليومين دول. هنعمل ايه؟ وده اللي بتتقود بيه بقى بدل اللقمه؟ اتفضل. مش استنى استنى. شكل الحكايه ولعت على الاخر ما بين عيله ابو سنه والنوح. مالك يا باشا؟ في حاجه؟ في حاجات يا علي، حاجات كتير قوي. تاخدوا بعض انتوا الجوز وتطلعوا على بجاش المر وتقولوا له على اللي اتفقنا عليه بخصوص حدوته بدران. بخصوص حدوته مين؟ بدران. عايز الموضوع يخلص في اسرع وقت ممكن ومن غير نقطه دم واحده. من غير ايه؟ نقطه دم واحده. انا خدت صورتها من متر بدران وخدت سيرب. حلو، اطلع بقى على هناك واديهم له وهو هيتصرف. مش عايز حد منكم يتلطف فيها. احنا داخلين على مصلحه خطيره ومهمه ومش طالبه لمش. طمن معاليك. سلام سلام. يلا اتكل على الله. امسكوا ايدين بعضيكوا وانتوا بتعدوا. صباح الخير يا خميس. كله خير. انت بعت الزوز والمضي في حته؟ لا، مصلحه صغيره ومش هيعوقوا. انت عايزهم بس عشان يبصصوك على الترتيبات اللي عملناها للسفريه. هنبص ولو ان بعديك يا خال. ما ينفعش حد يبص. كان زمان بقى. عيب يا خال، ده انت الاصل. قهوتك يا سيد المعلمين عملتها لك بايديا دول، بميه ساقعه على نار هاديه لما خلاص استوت. طب خلاص شكرين، روح انت يا شوق. طب مش لازمك اي حاجه؟ مش لازمني حاجه يا شوق. يوه، نسيت اصبح على افندينا. صباح الفل. صباح الخير يا مرات الخال. ايه مش صبحتي؟ يلا بقى ورينا جمال خطوتك. انا قلت يعني يمكن يكون لازمكوا اكله بعينها، ولا نفسكوا رايحه على حاجه حرشه، ولا حاجه سمينه ترموا بيها عظمكوا. جرايا شو؟ ما تعملي اللي تعمليه. يوه، هو انت يا اخويا على طول قافش عليا كده؟ شاهد يا سي خميس، خالك على طول قاسي عليا كده، يرضيك؟ يتوب علينا ربنا. يسمع منك يا رب. نسوان دلعها مرق. انت تحمد ربنا ان مراتك خارصه. كانت لازمك قوي يعني الجوازه دي يا خالي؟ ها؟
هي تبان كده، انما هي والله غلبانه ومنكسره. ما هو باين انها منكسره. انا سمعت انها هجت من البيت بدل المره اتنين. اه بس بترجع. نعم. ربنا يكفيك شر ربطتك بحرمه. تعرفش يا اخي زي ما تكون عامله لي عمل. اه والله ساحة ما تسيب البيت احس ان روحي بتتسحب مني ما بتعرفش ليه. طب اشرب القهوه، اشرب اشرب حاكم القهوه، ما بتبرد بتصيص. اه يتوب علينا ربنا. هاتها جمال يا رب.